هو النهارده يعني بيبدأ جولاته عن قناة السويس الجديدة بجامعة قناة السويس، وطبعا دي أنا بفخر في الحقيقة إن هي جامعتي. كان عندي دعوة في جامعة القاهرة المفروض نبدأ بيها في إطار جولاتنا الجامعية، لكن أنا اخترت تحديدا جامعة قناة السويس الجامعة بتاعتي، وأنا فخور إن أنا ببدأ من هنا، وفخور طبعا بوجود أساتذة وقامات عظيمة في المحاضرة بتاعتنا. أنا يعني عايز أقول لكم في الحقيقة اللي جاب النهارده كان الرئيس السيسي. انا على فكره ما بلعبش سياسه خالص، بس الكلمه اللي قالها سياده الرئيس مؤخرا عن الاعلام وحاله، مش عايز اقول الاحباط اللي كان عند سياده الرئيس من بعض المنابر الاعلاميه اللي بتشكك في انجازات البلد، اللي بتزرع التشاؤم في الحقيقه، بتزرع التشاؤم في قلوب المصريين. دايما انا بقول ان الكلمه بتبني وطن والكلمه بتهدم وطن. انا جاي النهارده اقدم لكم حاجه انا مش مخترعها في الحقيقه، حاجه بتؤكد على حقيقه هامه جدا، وهي ان المصريين قادرون على صنع المستحيل، وان كل واحد فيكم لازم ان هو يفخر ان هو مصري. اتكلم عن مشروع قناه السويس الجديده، المراقبون وهيئات الملاحه العالميه وصفت المشروع بانه اعجاز بشري مصري خالص 100%. لما تتكلم عن اضخم مشروع لتحرير الرمال في العالم بينتهي خلال عام واحد، لما بتتكلم عن اراده المصريين اللي جمعت حوالي 8 مليار دولار في اقل من 8 ايام، لأول مرة في التاريخ بنشوف، يمكن زي ما قال الفريق مهمه ميش رئيس هيئة قناة السويس، لأول مرة في التاريخ بنجد المصريين بيقفوا طوابير. دايما كنا متعودين في العقود الماضية إن احنا بنقول يقف طابور عيش، طابور جمعية، طابور مش عارف إيه، لكن لأول مرة يقف المصريين أو يقف المصريون في طوابير من أجل دفع أموال ليه؟ للبلد. وأنا دايما حتى بقول لأول مرة يلتف المصريون حول مشروع قومي زي مشروع قناة السويس الجديدة. مشروع قناة السويس الجديدة عايز أقول لحضراتكم سريعا قبل ما ندخل في الميديا، لأن أنا مش هتكلم في الحقيقة، أنا جاي أعرض لكم النهاردة، لكن عايز أقول لكم مشروع قناة السويس الجديدة مشروع لا يقل على الإطلاق عن مشروع السد العالي، عن مشروع الأهرامات أو عن إنجاز الأهرامات. هنتكلم عن مشروع طلع منه 4 أضعاف حجم الرمال اللي طلعت من مشروع السد العالي، 500 مرة حجم الرمال اللي طلعت من الأهرامات. نتكلم عن مشروع انتهى خلال عام. لا يا جماعة، المشروع ده إعجاز بشري خالص. احنا بناخد النموذج ده عشان نقول لكم انتوا الجيل الجديد اللي طالع، لا بلدنا بخير. ما تصدقوش الإعلام اللي بيتكلم أعداء البلد اللي جوه أو بره البلد، بيزرعوا حالة الإحباط. في حاجة اسمها الحرب النفسية، الحرب النفسية دي اللي بتزرع جواك الإحباط وتخليك طالع ناقم على كل حاجة في بلدك. لا، التعب والكفاح، ويمكن المعالي الوزير الدكتور ممدوح غراب عامل شعار رائع في الجامعة عندنا بالشباب تحيا مصر، بالعلم والشباب تحيا مصر. انتوا هنا منبر العلم وانتوا هنا الشباب، بلدنا هتبقى كويسة إن شاء الله. أقول لكم كلمة أخيرة عن قناة السويس الجديدة قبل ما نبدأ. قناة السويس الجديدة دي مش مجرد مشروع زي ما قلت لكم مية رايحة أو سفن رايحة وسفن جاية، لا على الإطلاق. المشروع ده هو بوابة لمشروعات قومية عملاقة هتقام على منطقة القناة وسيناء بالكامل. مش هقول تقام، بصراحة قواتنا المسلحة يمكن هي رعاية هذا المشروع ورعاية مشروعات قومية كبيرة. عندما نتحدث عن جيشنا وعن قواتنا المسلحة نتكلم عن خير أجناد الأرض. مين اللي قال الكلام ده؟ مش أنا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحدث يقول خير أجناد الأرض مصر. هذه حقيقة. قواتنا المسلحة مشروعات ضخمة جدا بتشهدها مصر دلوقتي، احنا في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي مشروعات شغال شغل فيها 24 ساعة. اتكلم عن مدينة الإسماعيلية الجديدة، في مدينة جديدة أنا عايزكم كلكم تروحوا شارع القناة تشوفوا الإنجازات، تشوفوا الشغل على أرض الواقع. أنا صحفي رأس مالي مصداقيتي، لا أؤمن سوى بالأفعال ولا أؤمن بالأقوال. عندنا مدينة الإسماعيلية الجديدة النهاردة طلع ما يتجاوز 10,000 وحدة سكنية انتهت بالفعل، في المرحلة الأولى هتسلم في أبريل القادم. المدينة دي بتضم 58,000 شقة، 58,000 وحدة سكنية. لا يعني أنا عايز أقول الأمل والعمل هم اللي هيبنوا بلدنا. مش هطول عليكم،
لكن عايز اقول لكم معلومه سريعه برضو عن قناه السويس الجديده. الناس بتشكك، بعض الناس بتشكك في المشروع. مشروع قناه السويس الجديده زي ما قلت لكم هتقام عليه مشروعات ضخمه جدا. بعد 5 سنوات من اكتمال تلك المشروعات بيقدر الخبراء العائد، ركزوا معايا يا شباب في الجزئيه دي، العائد ب 100 مليار دولار. تقام مشروعات البنيه التحتيه، مشروعات السكنيه، مشروعات سياحيه، مشروعات الدعم اللوجستي لحركه الملاحه اللي هتعدي فيها. الخلاصه عايز اقول لكم بصوا لبكره بنظره امل. والانسان منكم انتوا الطلبه انا بنصحكم طوروا مهاراتكم، ما تستناش تشتغل بوظيفتك. مشروعات هتتفتح في مشاريع القناه، مشروعات هتسوع ما لا يقل عن 1,000,000 فرصه عمل. مش هطول عليكم، لكن خلينا ندخل في فيلم تسجيلي. يعني صعب جدا في الحقيقه ان احنا نلخص مشروع تم في سنه 24 ساعه في ساعه ولا في نص ساعه، فانا اختصرت في الحقيقه في حدود ثلث ساعه يعني مراحل المشروع من اول ليله حفر حتى مرحله الافتتاح، وهنشوفه دلوقتي وبعد كده بنتكلم نفتح حوار كده عشان برضو ما نعطلش حضراتكم. لكن خلينا نشوف فيلم تسجيلي مختصر عن قناة السويس الجديدة. انا سميته قناة السويس الجديدة معجزة شعب وقائد. بقول ليه معجزة شعب وقائد؟ انا لا اجامل احد عشان بس ما حدش يحسبني على اي نظام. عندما اتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحدث عن رجل مخلص، رجل بيبكي لما بيسمع السلام الجمهوري، رجل لا ينتمي لاي حزب ولا جماعة. أنا بقول دايما الكلام ده. الرجل عندما يثق المصريون فيه ويجمعون 8 مليار دولار، لا. إذا لازم نقف نشوف ده التلاحم بين قائد وشعب. خلينا ندخل في الموضوع على طول ونشوف الفيلم. ومعلش أنا بعتذر يمكن الصوت هنا ربما يكون فيه مشكلة فنية في الصوت مش هيكون عالي قوي، لكن خلينا نبدأ مع بعض. طبعا دي مراحل البدايات بتاعت المشروع. الاوائل الواقفه طبعا. عندهم عندك انت مش عندك بس كويس انت مش طب عايزين اغاني 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 اغاني
نشكر معالي الوزير رئيس الجامعة طبعا عشان عنده ارتباطات هيسهل. وهنستأذنك يا معالي الوزير بس تقول كلمة للطلبة واحنا بنعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائنا وحبايبنا ومستقبلنا وشبابنا وكل حاجة حلوة. زي ما الأستاذ هاني قال الإعجاز اللي أنتم شايفينه ده ده فعلا إعجاز وإنجاز بتاع شعب مصر كله. المستقبل ليكم واللي بيحصل ده ليكم ومستقبلكم إن شاء الله. تجدوا فرص عمل جيدة فيه ومستقبل باهر. وزي ما الأستاذ أني هال اجتهدوا وشدوا حيلكوا وإن شاء الله ربنا الموفق إن شاء الله. ومصر هتبقى حلوة بيكوا ومصر إن شاء الله هتتقدم بيكوا. أنتوا قوة دافعة زي ما احنا بنقول. أنتوا الاستثمار الأمثل للبلد. فشدوا حيلكوا أولاد وربنا يوفقكوا وإن شاء الله ندوة جميلة تستمتعوا بيها. شكرا. نورنا يا شباب. معلش بس عشان معالي رئيس الجامعة مطمنا بس عشان الراجل عنده التزامات. انا مش هعترض يعني بس انا عايزكم تركزوا في المشروع ده وتركزوا في الفيلم ده لان انتوا انا عايزكم تستوعبوا ازاي كان بنتكلم عن جبل ارتفاعه 30 متر ارتفاع وبعد سنة مش السفن فيه او في نفس المكان بتاعه حجم عمل يفوق الوصف. طبعا الكلام ده ما حسش بيه الا واحد زي متواجد 24 ساعه كان في المشروع كصحفي وزمايلنا الساده الصحفيين اللي بينورونا النهارده هم اللي يعرفوا الكلام ده. فانا عايزكم تركزوا في كل لحظه يعني ده اول موقع حفر في القناه جبل. شايفين حضراتكم جبل في نهايه الفيلم مش طويل يعني اكثر من شويه ربع ساعه في نهايه الفيلم هتشوف السفن مشيت في نفس المكان ده في معجزه. انا معجزه مش انا اللي بقوله اللي بيقول كده العالم كله المراقب الملاحه البحريه العالميه. فنتابع ومش هعطل. معلش هو الصوت فيه بس مشكلة فنية هنا عايزكم تاخدوا بالكم من الورقة دي. ده قرارات المسلحة كان ده ورقات متوزعها على العالمين في مشروع قناة السويس ويتميهم بعض القيادات بتاع الجيش يتوزع الورقات عشان برضه نقول ان هذا المشروع اللي هو المرة تتلاعب فيه إرادة الشعب والجيش مع بعض. بنتكلم عن الجيش بنتكلم عن التزام وانضباط غير عادي. نكمل
طبعا احنا بالشهور هنا عايزكم برضو تركزوا معايا يا شباب، كل شهر في مرحله من العمل عشان بس يكون متابعين معايا. انا بدنا ندخل في شهر اكتوبر، كل شهر في انجاز. عايزكم تشوفوا يا شباب دي بداية ظهور المية في بعض القطاعات في الحفر، يعني زي ما انتم شايفين كده المية بتبدأ تظهر. وهنا الجيش عمل حاجة كويسة جدا في الجزئية دي تحديدا، بقى يعمق في المية عشان الكركات اللي بتدخل تبقى مهمتها سهلة. الكركات دي الكركات العملاقة اللي انتم بتشوفوها دلوقتي اللي هي بتوصل بالعمق بتاع القناة اللي هي 24 متر. معلش طبعا الصوت في خلل، الصوت مش ظاهر قوي يعني، احنا كان نركز بس على الفيديوهات دلوقتي. شايفين حضراتكم عدد المعدات، عدد ضخم جدا في الحقيقة، حوالي 4300 معدة شاركت في حفر قناة السويس بين لوادر وحفارات وعربيات نقل الرمال والدنابر. طبعا دول زمايلنا وزميلاتنا الصحفيات، يمكن دي زميلتنا كان في الصحفيات اللي بتغطي المشروع برضو عشان تعرفوا حجم العمل. وانا هنا بحيي في الحقيقه زمايل الصحفيين حجم العمل اللي احنا تعبناه برضو عشان ننقل ونرصد هذا الحدث. واللي قدامنا ده قناه في بدايات الحفر، قناه فرعيه بتربط بين قناه السويس الحاليه وقناه السويس الجديده.
زي ما حضراتكم كده شايفين المعالم بتاعه القناه الفرعيه اللي بتربط بين الاثنين. والقنوات دي او القناه دي دخلت منها الكراكات اللي كان بتحفر وتعمق في القناه الجديده. يمكن انا عايز اقول لكم برده اللواء كامل الوزير ده رئيس اركان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والمشرف على مشروع قناه السويس، راجل اللي هو عسكري جيش. يمكن انا شخصيا في الحقيقه قلت له يا فندم يعني انا مش متصور ذهنيا ان بعد سنه هتمشي السفن في الرمله اللي انتوا شايفينها دي. فالراجل ضحك كده ضحكه الواثق من نفسه ومن المؤسسه اللي بينتمي ليها اللي هو قواتنا المسلحه، وقال لي يا هاني انت مستقطب نبني قناه في سنه واحنا هزمنا العدو في 6 ساعات حرب اكتوبر. هي دي الروح في الحقيقه اللي بيتميز بها جيشنا وبيتميز بها القوات المسلحه كاكثر مؤسسات الدوله انضباطا. نكمل. المشهد ده عايزكم تركزوا فيه، ده اللي هو كامل الوزير المشرف على تنفيذ المشروع مع المقاولين وعمال القناه. كان يوميا بيعمل اجتماع الساعه 2 الظهر في جميع قطاعات القناه. القناه حفر الجاف 35 كيلو حفر الجاف في قلب الرمله. فكان كل يوم الساعه 2 ايه المشكله عندكم، يتابع الجديد، اي واحد عنده مشكله يحلها على الفور. فده طبعا اللي هو كامل واقف وسط العمال والمقاولين. المنطقه دي عايزكم تركزوا فيها، اللي عايش في اسماعيليه لو حضراتكم تعرفوا المنطقه دي منطقه نمره 6، دلوقتي بقت قناه، طبعا قناه بتدخلوا من عندها. لو حضراتكم تدققوا شويه اكتر هتلاقوا في جامع وكنيسه في وش مدخل القناه اللي هو على شمال معديه نمره 6. طبعا زي ما انتم شايفين كده معدات 24 ساعه شغال، كان مشهد رائع في الحقيقه. عايز اقول لكم حاجه في المشهد ده، ركزوا معايا برده يا شباب. محافظه البحر الاحمر، القناه دي زي ما قلت لكم كده في البدايه المشروع القومي الوحيد اللي التف حوله المصريون من شمال مصر لجنوبها من شرقها لغربها. انا كنت برصد انا وزمايلي الصحفيين زيارات شعبيه يوميه للقناه لاعمال الحفر. كانوا يجيبوا اكل، يجيبوا هدايا للعمال، يجيبوا لبس للعمال. يعني انا من المواقف الكوميديه في الحقيقه اللي مش قادر انساها ان في ناس من احدى قرى محافظه الدهليه كانوا جايبين عسل ومش وحاجات من دي للعمال وجبنه وبيوزعوها على العمال. يعني الناس حست ان احنا في حرب، بنخوض حرب. فطبعا هنا الناس جايه من البحر الاحمر، انتوا عارفين يعني ايه من البحر الاحمر اخر الدنيا، ناس اسر كامله اولاد واطفال وجايين يشاركوا ويعيشوا الفرحه بتاعت المصريين. يمكن احنا بنسمي المشروع ده مشروع الفرحه في الحقيقه، لانه جالنا في وسط ظروف امنيه واقتصاديه صعبه جدا. يعني خدوا بالكم بقى من المشهد ده، دي اول كراكه تدخل قناه السويس الجديده، عشان برضو تعرفوا معانا يا شباب يعني ايه كراكه. كراكه دي حاجه وحده ملاحيه ضخمه زي ما انتم شايفينها بحريه بتعمق، عندها قوه سحب رهيبه للرمال والميه مع بعض، وبتطردها خارج في مناطق بعيده اسمها حواض الترسيب، تترسب فيها الرمال وبترجع الميه تاني في القناه الجديده. فطبعا ده كان اول دخول للكراكات في قناه السويس الجديده.
هنا معلش انا هقف على المشهد ده. هنا طبعا تلات عساكر في الجيش المصري العظيم بتاعنا. عايز اقول ان المشروع بامتداده طبعا القناه كلها 72 كيلو منها 35 كيلو متر حفر جاف كان بيؤمنها 24 ساعه قواتنا المسلحه. وحتى العساكر اللي بيحرسوا زي ما حضراتكم شايفين كده تلات عساكر واقفين كانوا عايشين حاله من الفرحه في الحقيقه وفخورين ان هم بيشاركوا في حاجه زي كده لان دي هتفضل ملايين السنين. يعني انت بتعمل حاجه للكون كله مش على قد بلدك وبس. فطبعا تحيه لقواتنا المسلحه لولاها سواء في الاشراف او في التامين ما كانش كمل هذا المشروع في الحقيقه. تركزوا معايا في المشهد ده. ودي الطريقه اللي قلت لكم عليها من شويه ان الجيش لجأ ليها ان هو يحفر في الماء في الميه ينزل الحفر في الميه حوالي 7 متر او 5 متر في بعض المناطق. فده حفار غايز في وسط الطينه وفي وسط الرمله وعمال بيحفر ويطلع ليه؟ عشان يقلل التكلفه بتاعه الحفر. تكلفه الحفر نفسها الكراكه لما تستلم ارض ناشفه غير ما تستلم ارض فيها ميه طبعا بتفرق حوالي 7 جنيه في المتر يعني وفق التقديرات. يعني شايفين حضراتكم هنا فوق مع السهم دي تلال الرمله اللي بتطلع من الحفر وهنا العربيات واللوادر والحفرات شغاله. السيستم وانتوا الناس بتوع علوم السيستم بقى والتناسق اللي كان بيتم عجيب وغريب ورائع في الحقيقة بين الجيش من ناحية وهيئة قناة السويس من ناحية دي كراكة طبعا من ضمن الكراكات اللي كانت موجودة اللي ان احنا كنا في 35 كيلو كل منطقة او 72 كيلو كل منطقة فيها كراكة بتحفر وتطلع المية وترمي في حوض الترسيب شغل 24 ساعة في الحقيقة. لو حضراتكم شفتوا الوحدتين اللي هم باللون الابيض ده دول عباره عن فنادق لاقامه العاملين في المشروع لان برضو ما كانش العامل يطلع بره ما عندناش وقت فكان في فنادق جوه القناه نفسها مقيم فيها العمال عشان نوفر وقت العامل ما يطلعش بره كل شغله جوه القناه. طبعا هنا عايزكم تركزوا في الجزئيه دي برضو يا شباب. هنا بنبطن القناه الجديده بماده بلاستيكيه هنا اسمها البروبولين ودي ماده بتمنع تسرب الميه او الرمال للقناه عشان ما تعملش نحر كده. دي في مرحله متقدمه من عمليات الحفر بناء القناه. هنا طبعا زي ما انتم شايفين الحلم بقى حقيقه بدانا نشوف المجرى بتاع القناه الجديده المياه جواه والضفتين بتوعه. يعني ما كانش حد متصور في الحقيقه ان احنا نوصل لهذه المرحله بهذه السرعه.
يعني اللقطه دي عايزكم برضو تركزوا معايا فيها شباب. ودي لقطه للحاج علي جريش، وده ما اول ما اول حفر في القناه. طبعا انا باعتباري موثق المشروع، انا في الحقيقه كنت ليل ونهار معاهم. الراجل ده انا عديت معاه القناه الحاليه عشان نروح عمال الحفر اللي هو بيشتغل فيها في رمضان اللي فات. ممكن حتى يعني الناس بيفطروا ويشتغلوا، مفيش اجازه، مفيش راحه راحه. طبعا خلص الفطار وبيهتفوا بيقولوا تحيا مصر، والناس بتحس ان هي بتحارب تعمل حاجه للبلد، وده اللي احنا بنقوله لكم. الناس لازم تحب البلد. طبعا ده الفريق مهمة ميش رئيس هيئه قناه السويس، والراجل اللي انا دايما بقول عليه حتى في لقاءات التلفزيونيه الرجل الصامت، اتكلمش بالشغل، هو واللي هو كامل الوزير، هم دول البطلين بتوع المشروع في الحقيقه. الراجل بيتابع بنفسه، والفريق مهمة ميش قائد قوات البحريه بالمناسبه له موقف محترم وتاريخي ووطني في احداث ثوره 25 يناير لما اقتربت بعض الوحدات الامريكيه من سواحلنا. هذا الرجل كان قائد قوات البحريه، اصدر قرار بالتصدي ليها والتعامل الفوري معاها واجبرها على التراجع. طبعا كنا مطمع في الوقت ده والبلد في حاله فوضى، فتحيه لهذا الرجل المحترم في الحقيقه اللي كان سبب رئيسي لنجاح مشروع قناه السويس الجديد. عايزكم تركزوا في شهر يوليو اللي هو الشهر قبل الافتتاح. الشهر ده شهد اول عبور للسفن في قناه السويس الجديده، وانا كنت ليا الفخر انا وزمايلي الساده الصحفيين ان احنا كنا على ظهر احدى الوحدات البحريه اللي رافقت السفن اللي عبرت. كان يوم 25 يوليو، خلينا نشوفها. وفي الحقيقه كان لحظه، يمكن انا مش عايز اقول لحضراتكم، كلنا بكينا فرحا بهذا الحدث التاريخي، لان ده كان اشاره ودليل باليقين ان احنا نقدر نصنع المستحيل. وكان عبور مش عبور سفن في قناه السويس اطلاقا، بقدر ما كان هو عبور بالبلد، بلدنا مصر، من حاله عدم الاستقرار واللا وعي انجاز التعبير الى حاله من المستقبل، الى العبور الى الامل انا بسميه. خلينا نشوف السفن وهي بتعبر لاول مره. دي اللحظة اللي احنا كلنا بكينا فيها في الحقيقة، عبور اول سفينة في قناة السويس الجديدة. احنا كناش ما عندناش تصور ان يعني السفينة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، تكلم عن 18000 طن هتعبر في القناة. خايفين، خايفين السفينة يحصل لها مشكلة، خايفين السفينة تجنح، خايفين العالم كله بيرصدنا بيتابع. يعني كان لحظة تاريخية في الحقيقة. انا عايز اقول لكم يعني من ضمن الفيديوهات اللي انا رصدتها، يمكن جميع وكالات الانباء خدتها، سي ان ان وصوت روسيا وجميع الوكالات الانباء العالميه خدتها، لحظه عبور اول سفينه في قناه السويس الجديده. هنا نجح المصريين. يمكن انتوا تابعتوا منشطات الصحف، نجحنا، عبرنا السادس من يعني لها معاني رهيبه وغريبه ما حدش حسها اللي كان عايشها في الحي. خلينا نشوف السفينه. طبعا الطيران فوق، الناس واقفه على شطي القناه بتحيي السفن اللي بتعبر. الفريق ماميش بيرفع علم مصر. اول عبور في قناه السويس الجديده. طبعا القوات البحريه بتؤمن عمليه العبور، الوحدات البحريه تبع القوات المسلحه. بنيجي لشهر اغسطس اللي هو شهر الافتتاح، اعلام مصر واعلام جميع الدول اللي بتعبر في قناه السويس الجديده، 104 دوله. المعديات شغاله في قناه السويس زي ما انتم شايفين. دي منصه الافتتاح. طبعا
طبعا ده رئيس عبد الفتاح السيسي والفريق مهمة ميش وقائد القوات البحرية على يخت المحروسة، وده يخت ملكي قديم في الحقيقة لكنه بيعبر عن مصر. كانوا على ظهر اليخت المحروسة وقوات البحرية بتؤمن هذا الحفل العالمي الرائع. والرئيس السيسي يمكن الناس بتتساءل ليه لبس عسكري، عشان يؤكد في رسالة للعالم ان مصر بجيشها وشعبها هما اللي عملوا هذا المشروع، وبرضو فيها لمسة وفاء لقواتنا المسلحة اللي اشرفت على تنفيذ هذا المشروع في الحقيقة. هذه اليخت وزي ما انتم شايفينه حاجة حاجات الجميلة اللي عملها الرئيس برضو، انه خد من الشباب من الاطفال من جميع فئات المجتمع على ظهر اليخت المحروسة معاه عشان يقول للعالم المصريين هم اللي عملوا هذا الانجاز وهذا الاعجاز في الحقيقة، هم اللي عملوه في رسالة للعالم كله. طبعا دي لقطة للقناة الجديدة من الجانبين، يعني احنا طبعا كلكم طبعا عشتوا هذا الجو وهذا الاحساس الرائع يوم افتتاح قناة السويس الجديدة، وانا الرئيس بيوقع بدأ تشغيل قناة السويس الجديدة، وطبعا اكيد كلكم تابعتوا هذا الحفل. فريق مهمة مش طبعا حير، طبعا اللحظة دي لحظة تاريخية، كان في سفينة رايحة اللي انا معلم عليها دي وسفينة جاية في القناة دي، ودي قناة الاتصال في نمرة 6 لو انتم عارفين من اسماعيلية او بتتابعوا، كان لحظة تاريخية ان سفينة رايحة سفينة جاية والرئيس بيلقي خطابه. طبعا ده شيء منظم طبعا تحت اشراف قواتنا المسلحة، واعتقد كان رسالة رائعة للعالم كله. هنا الرئيس بيعلن بدء تشغيل القناة على بركة الله. طبعا يعني انا لو حكيت من هنا لبكره مش هكفي الكلام، لكن يعني عايزكم بس تتابعوا الكلام المكتوب. طبعا احنا بنقول تحيه للفريق مهمة ميش، تحيه للي هو كامل الوزير الاثنين اللي اشرفوا بشكل مباشر على تنفيذ المشروع، ولكل واحد في الشعب المصري ساهم في شراء شهادات استثمار للمشروع وجمع تمويل في اقل من اسبوع في الحقيقه. يعني طبعا انا مش هدخل في الحقيقه في تفاصيل، التفاصيل دي متاحه للناس في كل مكان، لكن انا عايز اقول لكم بعض المواقف الانسانيه السريعه، فيديوهات طبعا انا رصدتها. لما نتكلم عن واحد رجله مقطوعه وجاي من مطروح يركب لودر ويقول انا هشتغل وببلاش 3 شهور، يعني خلينا نشوف الراجل ده في النص دقيقه كده بس. ده اسمه عم سعد من مطروح جاي، واللي هو كمان بيقول له يعني ازاي انت راجل رجلك مقطوعه وازاي تشتغل معانا وانت معاه. الراجل اثر هنا بقى الاحساس الوطني. اسمه عم سعد عبد الرحمن، معلش الصوت عندكم هنا للاسف في مشكله متعلقه بالصوت هنا في الكليه عندكم مش عندي يعني. بس طبعا هنا بيقول احنا كلنا وراك يا ريس، المعاقين كلهم وراك. طبعا ده احساس وطني، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنقوله في كل الجامعات وشباب الجامعات اللي زيكم، ان احنا لازم نحس ببلدنا بعيدا عن اي انتماءات سياسيه واحزاب والكلام من ده، نحب بلدنا مصر وبس، هو ده اللي احنا بنقوله دايما. الراجل ده رفض يتقاضى اجر 3 شهور شغال، رفض يتقاضى اجر، ده نموذج محترم للمصريين اللي بيشتغلوا عشان بلدهم. يعني عايز اقول لكم برضو في من المشاهد الرائعه، وانا عايزكم في الحقيقه لما راحش المشروع ده لازم يروح يشوف قناه السويس الجديده دي، لازم. يعني ما ينفعش انت تعيش حياتك كده من غير ما تشوفها وتشوف حجم الانجاز اللي تم. انا عايز اقول لكم امريكا بتتباهى عندها تمثال الحريه، احنا نفذنا تمثال ايضا اسمه تمثال الحريه محطوط دلوقتي على قناه السويس الجديده زي ما انتم شايفين كده يا شباب. التمثال لفلاحه مصريه ليها جناحين وعلى يمينها قاعد ابو الهون وعلى يسارها ابو الهون، في دلاله لمصر المحروسه دائما وابدا بحضارتها وتاريخها. وده كان من المشاهد الرائعه في الحقيقه، وده ما زال موجود.
عشان الناس بس بتشوف التمثال ده تقول لك ايه التمثال ده، اسمه تمثال الحريه، موجود على قناه السويس الجديده، بيطل مباشره زي ما انتم شايفين على القناه. عايز اقول لكم برده مشاهد رائعه في الحقيقه برده. في بعض الناس عمال ماتوا في المشروع، اتكلم عن مشروع اشتغل فيه حوالي 50,000 واحد اشتغلوا في هذا المشروع، فطبيعي تحصل حادثه، حد يموت، عربيه، معظمهم حوادث متعلقه بالمشروع، يعني مش حوادث ارهابيه ولا حاجه على الاطلاق. اهالي الشهداء يعني الشعور الوطني، الراجل ده راجل قبطي مسيحي، راجل ايضا من الناس اللي ماتوا مسلم، يعني الوحده الوطنيه تجسدت ايضا في هذا المشروع. الراجل ده انا سالته لو عندك عيال تانية، قال لي هجيبهم يشتغلوا، هجيبهم يشتغلوا تاني في المشروع. طبعا الدوله كرمتهم الشهداء، واحنا بنفتكرهم دايما في اي محاضرات، بنؤكد ان في ناس ماتوا من اجل البلد في المشروع الضخم الاملاق ده. ده عم كارلس، طبعا دي وزيره القوى العامله بتكرم اسر الشهداء، نسميهم الشهداء، طبعا نحتسبهم عند الله شهداء لانهم اشتغلوا عشان البلد وعشان وطننا. ودي برضو زوجة احد الشهداء اللي ماتوا، عمال ماتوا في الحفر، وقالت لي ايضا شخصيا، انا مصور معاها الفيديو ده، قالت لو عندي عيال تانية في سن الشباب كنت اخليهم يجوا يشتغلوا، احنا بنحارب حرب تعمير، بنحارب بيها الارهاب الموجود في سيناء. القناة دي معمولة فين؟ اصلا في سيناء. وانا دايما كنت بقول ان الطريقة الوحيدة للتعمير سيناء او مكافحة الارهاب هو تعميرها، متعميرها مش هي غير بمشروعات تنموية زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي اهالي الشهداء، دي من الاسماعيليه بالمناسبه، يعني الاسره دي من الاسماعيليه من ابو سوير، وطبعا الدوله كرمتهم. عايز اقول لكم برضو احنا كصحفيين والساده زمايلي الاستاذ محمد مصباح التحرير، الاستاذه نرمين من صوت العرب، الاستاذ محمود الكلاني طبعا كان من الدستور، والاستاذ الشام من صوت الامه، كل زمايلنا الاستاذ بدوي من الوطن، كنا بنتعب تعب غير عادي في المشروع ده في الحقيقه. يعني عايز اقول لكم بس مشهد، يعني انا ما بحبش في الحقيقه اتكلم عن نفسي على الاطلاق، لكن عايز اقول لكم احنا كنا بنعمل ايه. يعني لما اكون الصحفي عشان تشوفوا الصور اللي انتم شفتوها دي، كنا بنطلع نبات بالليل هناك، نطلع على الوادي نصور. يعني ده مشهد انا كنت طالع على اللودر عشان اصور عن قرب، انا لابس البلطو في عز الشتاء عشان نصور عن قرب اللي بيحصل، عمليات الحفر، تكريك المشاعر، القصص الانسانيه، بنرصد هنا لو انتم شايفين الكاميرا. وده العمل الصحفي في الحقيقه، احنا بنتعب كصحفيين جدا. يعني دايما زي ما قلت لكم في البدايه ان الصحفي ضمير الامه، ضمير بلده. عشان كده الرئيس كان زعلان ليه؟ لان عارف معنى الكلمه، الكلمه بتبني بلد وكلمه بتهد بلد. دايما بنقول الكلمه دي، والقران حتى نفسه القران العظيم بتاعنا بيقول الكلمه الطيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. الله يفتح عليك، دي اثر الكلمه، احنا مؤمنين بذلك. عشان كده بنحاول نتعب ونعمل لكم هذا الشغل عشان للتاريخ مش لينا احنا. يعني عايز اقول طبعا بعض المشاكل، الاستاذ سمير صبري الفنان خدنا له فيديو، ما بقوله يعني شعورك ايه وانت شفت القناه؟ فبقول لي مبهور، معلش الصوت مش طالع طبعا، بقول انا مبهور، يا ريت كل الناس تحب البلد زي الراجل ده. قصده على الرئيس السيسي طبعا، اللي صاحب القرار. دي مهمه قوي تعرفوها يا شباب، ان القرار ممكن يكون متاح في اي زمان، لكن اللي ياخد القرار هو ده اللي بنقول عليه المسؤوليه الكامله. زي السادات كده لما خد قرار الحرب، السيسي خد قرار اقامه قناه السويس، غيره طبعا مشروعات كتير. طبعا زي ما قلت لكم كل الفنانين، كل الرياضيين، كل الناس المصريين كلهم جم زاروا القناه. انا بقول وبقدر ان حوالي 5 مليون مواطن مصري قاموا بزياره مواقع الحفر خلال عام كامل. كنا بنشوف 10 مواقع 20 موقع وفود من اسكندريه، من اسوان، من النوبه، من الصعيد، من العريش، من اسكندريه، من جميع انحاء الجمهوريه التف المصريون حول هذا المشروع العملاق في الحقيقه. طبعا دي لحظه عبور السفن، وكنا يمكن الاستاذ محمد مصباح مصورنا الفيديو ده، احنا بكينا يعني فرحا لما تكون عايش في حاله مش عايز اقول حاله ثوريه، حاله وطنيه. يعني الواحد مش قادر يحبس دموعه، شايف الحلم، السنه اللي فاتت جبل قدامك، والنهارده السفن بتعدي في القناه زي ما انتم شايفين. انا بكيت طبعا، انا بفخر بهذه الدموع لانها دموع من اجل البلد،
وعشان كده مش كل حاجة نديها لبلدنا مستنيين ناخد مقابل. دي مهمة جدا يا شباب، اشتغل لبلدك ولوطنك، مش لازم تاخد عائد. للأسف الشديد مبدأ النفعية الموجود عند ناس كتير للأسف الشديد. عايز اقول لكم برضو من المشاهد الجميلة في القناة، علشان انا بديكم فيديوهات سريعة كده طبعا عشان ما اطولش عليكم، الفنانين نفسهم اقاموا حفلات في مواقع الحفر عشان يشجعوا العمال. يمكن دي الفنانة لطيفة كان بتقول بيوت السويسية بيوت مدينتي، شايفين الفرحة في اول موقع حفر كله جاي الفنانين. طب عايزين نشارك هنعمل ايه؟ تعال نغني للعمال. الفنانين التشكيل كانوا بيرسموا العمال، التاني بيعمل تماثيل للعمال. طبعا كان محمد الحلو وغادة، فنانة غادة رجب، وكان البليبة، وفنانين كلهم جم المشروع في الحقيقة. دي برضو من المشاهد، أول موقع حفر زمان. الأستاذ محمد طبعا كان معانا في البداية بيشرفنا النهارده في الندوة. من اللحظات الرائعة برضو اللي يمكن أنا بفخر إن أنا صورتها، بداية عام ونهاية عام في قناة السويس الجديدة، 1 يناير أو 12 ليلة 1 يناير 2015، عام بينتهي وعام بيبتدي. أنا كنت موجود في اللحظات دي زي ما أنتوا شايفين بنصور أعمال الحفر شغالة ليل ونهار للوادة زي ما أنتوا شايفين. ودي من الحاجات اللي أنا شخصيا بعتز بيها، أن أنا رصدت تلك اللحظة، لحظة عام جديد ووطن جديد وميلاد جديد للبلد. طبعا الكلام ده مش مثالية يا شباب، شباب علوم المحترمين، انا سعيد ان انتم مشرفين النهارده. يعني مهما اتكلمنا في الحقيقه يعني هنعجز ان احنا نصف هذا المشروع العملاق، لكن خلينا اوريكم مشهد مهم برضو تعرفوه. دي اكبر بئر في العالم، طولها 120 متر لعبور مياه النيل اسفل قناه السويس. وده طبعا اسلوب هندسي معقد شويه، المايه بتاعت النيل عبرت. طب احنا عايزين نعدي، موجوده المايه النيل موجوده في سيناء، طب احنا عملنا قناه جديده فلازم نعدي المايه تحتها. فجبنا مكنه عملاقه من المانيا، هي الوحيده او الثانيه بعد الموجوده في بلدها، استعنا بها في حفر اكبر بئر في العالم عشان ننزل المايه فيه وتنضخ فيه ثاني اسفل قناه السويس الجديده. يمكن احنا هنا كنا كصحفيين عندنا حاله خوف في الحقيقه من ان احنا ننزل او نصور، مجرد نبص في المشهد ده 120 متر يعني حجم رهيب في الحقيقه. عايز اوريكم حجم ورغم ذلك صورناه ونزلنا جواه كلنا ورصدنا هذا يعني الانجاز، هو جزء من المشروع طبعا عشان المايه النيل تعدي فيه. بصوا حضراتكم شايفين حجم البئره قد ايه؟ طبعا دلوقتي ده في ميه والميه عدت الناحيه الثانيه خلاص. طبعا قواتنا المسلحه بتؤمن كل حاجه في المشروع. مشهد رهيب في الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كده، خطر حوالي 60 متر في عمق 120 متر، حاجه صعبه جدا يعني. طبعا دي تمت تحت اشراف قوات المسلحه. برضه شايفين حضراتكم البئر عمقه قد ايه؟ حاجات كتيره جدا الناس ما حسيتش بيها، شافت القناه وكده. يعني عايز برضه وكلنا كنا بنشتغل عن حب، كل الصحفيين اللي كانوا بيتابعوا وبيرصدوا كانوا بيشتغلوا عن حب عشان حابين ان احنا نساهم في نقل هذا المشهد للتاريخ. يعني احنا هنموت كلنا لكن هيبقى هذا التراث العظيم للاجيال اللي جايه عشان ما يجيش يوم من الايام. طبعا ده اول ظهور للاسماك في قناه السويس الجديده، ايضا وثقنا ذلك. كان سمك لسه طالع بيطلع مع البدايات الظهور او انتظام الضفتي القناه والميه جواها. طبعا يمكن الصوره اللي عملناها لها زوم السمك واضح هنا اهو لسه. وطبعا بناخد زوم بالكامل عشان اقول لكم ان السمك ده من قناه السويس، هتشوفوا دلوقتي عشان بعض المواقع تقول لك جايبين سمك من هنا ولا لا، روحوا شوفوا بنفسكم. هذه القناه والضفتين بتوعها
الحفارات هي شغالة على الكركات. يعني في الحقيقة مش عايز اطول عليكم، لكن في النهاية عايز اقول لكم ان احنا قدام معجزة حقيقية، قدام معجزة حقيقية بكل معنى الكلمة. اللي جابني النهاردة بقى كده تاني في الحقيقة قدامكم. الكلمة اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال كلمة كده زعلان من الإعلام، قال فأنا ده اللي جابني في الحقيقة، حالة الغضب اللي عند الرئيس. احنا دورنا كصحفيين او اعلاميين نزرع الامل جواكم، جوه الاجيال الجديده، جوه الشعب. لان لما تشتغل عندك حاله تفاؤل بتنتج، لكن ما يكون عندك حاله احباط وياس مش هتشتغل من الاساس. وبالتالي اللي جابني النهارده حاله الاحباط اللي كان عند السيد رئيس الجمهوريه. اعتقد ان انتم بعد ما شاهدنا هذا الفيلم او هذه الميديا اختلف الوضع بالنسبه لكم كثيرا في ان احنا كمصريين قادرين نعمل المستحيل. دلوقتي انتم مبهورين، كنا بنقول الاهرامات دي اتبنت ازاي، النهارده قناه السويس الجديده العالم مبهور بيقول بنوا المصريين او عملوا قناه دي ازاي في اقل من سنه. الامل 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 ثم العمل. شكرا وكل سنه وانتم طيبين، واسف على الاطاله. ثم عشان خالص شوية للأسف. شكرا. ده انت جاب نفسك، انا بشكرك والله. حبيبي باشا، ليا الشرف والله. عضلات الكروتي عضلات؟ طبعا شباب طبعا انتم شايفين ان كل الروايات دي اكتر من 10,000 فيديو واكتر من 4 مليون صوره موجودين على موقع الموقع العالمي لقناه التلفزيون الجديده. الراجل بتاعه ده تقدروا تدخلوا تشتغلوا او تشوفوا انتوا عايزينه في اي وقت. جميع مراحل الخلق من اول يوم حتى حفل الافتتاح، وده مجهود جبار عملناه عشان بلدنا، ما نستناش عادي. شكرا يا شباب، وسمعكم بس في تقول 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 محمد الكوكب رد على الضرب ناخد صورة يا شباب كده جماعية. ممكن يا محمد يا سماح تحط البنر الثاني، وناخد صورة تحت البنر. مش عارف فين حياتك، فين المايك راح فيه؟ ده لم المايك يا راجل. معلش هات عشان المايك. عايز يا شباب، شكرا يا شباب، الف شكرا عشان الدكتور بس. خلاص عايزين تاخدوا هاي تاني.